هذا اليوم ضمن برنامج هذا اليوم الخاص بسن الكبار وبالثنايا على أرضية ميدان المرموم. انطلق ثالث الأشواط الصباحية مشاهدين الكرام، وتنطلق هذه اللحظات هذه القعادين لتسير وتتنافس على نيل التنافس المميز والتنافس المثير في أول أيام هذا العام الجديد عام 2014. مشاهدينا الكرام، لتسير نخبة من الجعادين تشاركنا في هذا المسار وهذا التحدي. نقترب من بداية هذا الشوط، والمركز الأول يأتي هنا على قمة هذا الشوط الشقي. تعود ملكيته لحمدان بن سعيد بن يابر، هو الآن من يتحرك نحو صدارة البداية والمركز الأول. ثاني المراكز نقلة إلى الذهب، تعود ملكيته لأحمد بن علي بن محمد الكثيري من يسير إلى ثاني المراكز. أما المركز الثالث النقلة التالية على الزعيم، تعود الملكية لحمدان بن براك بن خلف المزروعي، يأتي ويحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع، نسير إلى المركز الرابع وإلى تواجد واحتلال مياس لراشد بن عبد الله بن المتفيج الاجتبي، هو من يقدم لنا في هذه اللحظات مياس على المركز الرابع مشاركا في انطلاقة هذا الشوط ومتابعا لتحديات مياس. المركز الخامس نقل مشاهدينا الكرام إلى خامس المراكز في هذه اللحظات، وتعود هنا انطلاقة وتحدي شاهين سيف بن هزاع الكلباني، هو من يتواجد ويحتل المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء. بينما سادس المراكز في النقلة التالية على تواجد ليهجم من جديد، هنا العيناوي مصبح بن سعيد بن سالم الرميثي، أهالي السمحة كذلك قادرين نحو الناموس وقادمين بقوة نحو تحديات هذا الشوط. بينما الشقي لا زال يغرد وحيدا على المركز الأول منذ أن سار هذا الشوط نحو التألق ونحو التحدي، منذ أن انطلق هذا الشوط البحث عن ناموسه. وجد جديد الشقي، جد جديد الانتصارات. سلام زعبيل، سلام سلام، يبعث مشاهدينا الكرام الشقي نحو زعبيل بالفوز والانتصار بالتحدي والانتظار، ولكن بدون منافس على الاطلاق. منذ ان انطلق مشاهدينا الكرام سار الى المركز الاول. اكيد جود مورنينج وصباح الخير يا ابو حمدان، صباح الخير يا الشقي على هذا الفوز وهذا انتصار على الموعد. حضر هذا الاسم على الموعد وكرر الانجاز على الموعد، على العهد والولاء، على الطاعة والحب والناموس. يأتي الله، اكيد اكيد يقول لك ابن حضيرم هذا الموسم بلا شك اشبع مع الرموز، خذ مع الرموز وروح مع الشقي. تهانينا لحمدان بن سعيد بن يابر على هذا الفوز وهذا الانتصار مع انطلاقات الشقي وتحدياته العملاقة في ميادين السباق. نسير نشوف المركز الثاني، وصل الرميثي ليقدم العناوي، مصبح بن سعيد بن سالم الرميثي يصل الى المركز الثاني. المركز الثالث شاهين خليفه بن راشد بن سرداح، المركز الرابع فيه رعد لسعيد بن محمد بن سعيد العام بن حمرور العامري، والمركز الخامس هنا ياتي سيف بن هزاع الكلباني يحتل المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الاعزاء هذا الشوط، انتهت فعاليات هذا الشوط بالحب والناموس والانطلاق، وكان حاضرا مع الموعد الشقي ليفوز بهذا الانتصار هنا ب 13 دقيقة 7 ثواني 3 اجزاء من الثانية. تهانينا لحمدان بن سعيد بن يابر على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني مشاهدي الكرام من حل ثانيا في هذه الانطلاقة كان حاضرا كذلك مع ثاني المراكز، العناوي لمصبح بن سعيد بن سالم الرميثي من قدم العناوي على انطلاقة هذا الشوط وحل ثانيا في هذا المسار وهذا التحدي في انطلاقته ولقاءاته المميزة. 13 دقيقة 21 ثانية جزءا وحيدا من الثانية. تهانينا والناموس أيها الحبل الكريم. بينما صاحب المركز الثالث كان شاهين حاضر مع الموعد خليفة بن راشد بن سرداح الاجتبي الذي حضر في هذا الشوط وسجل النقطة التالية ليضيف الإنجاز مشاهدينا الكرام ويسجل لنفسه حضور في هذه المشاركة بتوقيت زمنيا مقدارا نشاهد أمامكم مشاهد التلفزيون 13 دقيقة 32 ثانية و7 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس.